ينتج الموز، وهو أحد أثر الفاكهة استهلاكاً في العالم، في الغالب في المناطق الاستوائية في جنوب شرق آسيا. الآثار الإيجابية للموز، والتي تأتي إلى جداولنا من خلال جمع كل المكونات المفيدة للتربة والمفضلة لجميع الفصول الأربعة، لا تنتهي بالعد. هذه الفاكهة التي توفر فوائد لا تصدق لأجسامنا مع تجمعها المركبة الغنية، تمنع حدوث العديد من الأمراض عند تناولها، بدلاً من المنتجات التي تحتوي على السكر المكرر خلال النهار. ما هي فوائد تناول الموز؟ كم ومتى يجب أن تستهلك؟ دعونا نفحص معا. يمكنك الاشتراك في قناتنا مجاناً قبل الانتقال إلى المزايا. نحن هنا مع فيديو إعلامي جديد كل يوم. ما هي فوائد تناول موزة في اليوم؟ هذه الفاكهة ناجحة جدا في معادلة الأحماض على وجه الخصوص، يخلق طبقة واقية في المعدة ضد تكوين الأحماض، ويوازن حموضة المعدة عن طريق تقليل هذه القدرات مثل التهاب المعدة الناجم عن اختلال حمض المعدة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي ثمرة موز متوسطة الحجم على حوالي 12 جراما من الألياف الغذائية. هذا المعدل يلبي 15% من الألياف الغذائية التي نحتاجها يوميا. توفر الألياف الكافية الراحة في حركات الأمعاء. موزة واحدة لصحة العضلات والعظام. يزيد السكريد الغزير الذي يحتويه من امتصاص الكالسيوم في الأمعاء. بهذه الطريقة يتم امتصاص المزيد من الكالسيوم أثناء الهضم. تعمل هذه المركبة على تحسين صحة العظام عن طريق زيادة عدد الخلايا التي تفرز الهرمون لتكوين العظام. بالإضافة إلى ذلك، فإن البوتاسيوم الموجود في الموز هو معدن مهم للغاية لصحة القلب، وخاصة موازنة ضغط الدم في الأوردة، وهو جيد لمشاكل ارتفاع ضغط الدم. تحتوي ثمرة موز متوسطة الحجم على حوالي 100 ملغرام من البوتاسيوم. هذا يقوي جدار الدفاع ضد أمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل. كما أن الموز وفير في التريبتوفان، مما يساعد على زيادة إنتاج السيروتونين في الدماغ. يعمل مثبط المزاج هذا على إبقاء إنتاج هرمون الكورتيزول الذي يتم إطلاقه في الدماغ أثناء الإجهاد، ويهدئ الجسم ويوفر الاسترخاء العقلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الموز بدلا من المنتجات التي تحتوي على السكر المكرر، يدعم تكاثر خلايا الدم البيضاء في أجسام. كما أن الكمية العالية من فيتامين B6 التي يحتوي عليها فعالة جدا في موازنة نسبة السكر في الدم. الموز هو مخزن جيد للفيتامينات، يوازن كمية السكر في الجسم ويتحكم في طريقة استخدامه من قبل الجسم. تقلل السكريات المتعددة والألياف الغذائية الموجودة في الموز من خطر تكون السكر. إذن هل الفاكهة المفيدة جدا؟ أي آثار جانبية؟ بادئ ذي بدء، على الرغم من أن الموز مفيد لضغط الدم، إلا أنه في الأساس فاكهة ويحتوي على كمية معينة من السكر. لهذا السبب يجب على مرضى السكر تعديل الكمية بشكل صحيح عند تناول الموز. من ناحية أخرى، يمكن أن يتسبب الموز الذي يوفر فوائد مهمة جدا للجهاز الهضمي في إحداث آثار سلبية على المعدة والجهاز الهضمي من خلال بقائه في الأمعاء بسبب الألياف التي يحتوي عليها عند تناوله بكمية زائدة. إذن كم يجب أن تستهلك موزة؟ يقول الخبراء أنه من الأفضل تناول موزة أو نصف في اليوم 2 إلى 3 أيام في الأسبوع. في ضوء هذه المعلومات، يمكنك إضافة موزة إلى برنامجك الغذائي والاستفادة من فوائدها على المدى الطويل. إذا أعجبك الفيديو الخاص بنا، فلا تنسى إبداء الإعجاب والاشتراك في قناتنا إذا لم تكن قد اشتركت بعد. ابقى على ما يرام، ابقى على اطلاع.